تبارك إلهنا، كل حين الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين آمين. أقدم لك أيها الرب الإله هذا النهار مع تسبيح الملائكة وكل طغمات القديسين الذين هم في حضرتك، لكي أقول لك شكرا على هذا النهار، على هذه الإمكانية لأن أتقرب منك أكثر فأكون في عدادهم مبشرا بمحبتك ورسولا لخلاصك. أعطني